أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسؤال: ما هو أدنى إيمان القلب وأدنى إيمان الجوارح وأدنى إيمان اللسان؟ هذا بالقلب، أدنى الإيمان يكون بالقلب مثقال حبة من فرده، وأما الأعمال وكذلك الأعمال يكون منها عمل قليل لكنه يكون صالحا ويضاعفه الله جل وعلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقد يدخل الله جل وعلا المسلم الجنة بالحسنة الواحدة يضاعفها له مع الإيمان إذا كان معه إيمان.